السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا لاباس، صحتكم مليحه. جيتكم اليوم في فيديو جديد. فيديو تاع اليوم خوتي راح نحكيكم على التخفيضات تاع اير الجيري اللي داروهم في هذه البريود خوتي تاع شهر ديسمبر، يعني نهايه العام. خوتي راهم دايرين البروموسيون هذه، ما تعنيش هذه الفتره، يعني نتوما تشرو لي بي تاعكم في هذه البريود تاع ديسمبر، والسفر تاعكم لازم يكون ان شاء الله يعني في جونفي ولا في فيفري حتى المارس خوتي. يعني هذه هي اللي راهم دايرين فيها التخفيضات، يعني الفتره تبدا من جونفي حتى المارس. وانما لازم التذاكر تاعك انت لازم تشريهم في هذه البريود تاع شهر ديسمبر. يعني كما راكم شايفين خوتي، السعر داروه هما 3 ملايين و800، صديقكم قادر تلقى 3 ملايين و800، قادر تلقاه قريب نقول 4 ملايين حتى 4 ملايين ونص. بالنسبه لي انا خوتي هذا السعر يعني لاباس به، يعني سعر منخفض. وكذلك خوتي بالنسبه لي انايا، يعني البريود هذه تاع تركيا يعني فيها شويه البرد، فهمتوني؟ يعني البرد مش كما نقولوا حنا الجو تاع كما نقولوا حنا تاع استحواذ وكاع، مي كاينين ناس حابين يروحوا في البرد، حابين يشوفوا الثلج، يعني حابين يشوفوا الاجواء تاع تركيا في الشتاء. يعني كذلك ثاني خوتي كما نقولوا حنايا رايهم ولازم لنا نحترموه. يعني خوتي انا جيت حبيت نقول لكم باللي التخفيضات اللي راهي مليحه او السعر لا باس به، وانما خوتي لازم تكونوا تعرفوا الوقت يعني اللي راح تسافروا فيها. يعني كنت شنو لي بي في البريود هذه تاع نهايه العام، يعني راني نشوف فيها خوتي في لابليكاسيون تاعهم راهي غاليه بزاف. وخوتي ان شاء الله في هذا الفيديو ماذا بيا تشوفوا معايا نوريكم الطريقه اللي تقدروا تحجزوا وحدكم التذاكر يعني من طريق عن طريق الموقع، وتروحوا تخلصوها يعني مباشره وين كيما نقولوا حنايا لي زاجونس تاعهم. يعني كاينين وكالات سبيسيال تابعين اير الجيري، موجودين في المطار، موجودين ثاني في الجي سونتر، موجودين في معظم الولايات يعني كيما نقولوا حنايا الشماليه، باريكزومبل في البرج، في جلفة مثلا، في سطيف، في المهم في معظم الولايات، في كل ولاية تقريبا كاين فرع تاع الخطوط الجوية الجزائرية. تروحوا ليها مباشرة، يا إما تشرو من عندهم ديريكت هما، يا إما تحجزوا أنتوما وتروحوا ليهم هما تسلكوهم ثم بهذاك السعر تاع الحجز خوتي. هكذا ثاني طريقة مليحة باش ما تعرضوش للنصب والحسيات، لأن كاين بزاف ناس نصابين في خصوص التذاكر خوتي، فهمتوني؟ بلا ردوا بالكم. مهم ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، وماذا بيا دوك راح نديكم الطريقه، ماذا بيا تشاهدوا حتى الاخير. انت دخلت وشفت هذا الفيديو، ماذا بيا ديري كما راكم تشوفوا خوتي، راني في تطبيق تاع الخطوط الجويه الجزائريه نديروا ريزرفاسيون. واش نديروا خوتي؟ نروح نديروا لي دات كما راكم تشوفوا من لو 5 حتى ل 24 جونفي، ومن بعد نديروا روشاش كما راكم تشوفوا خوتي. دروك تطلع معنا يعني الاسعار اللي راهي موجوده في البريود هذه كما راكم تشوفوا خوتي. هنايا نديروا هذه لو 5 جونفي، نديروها هنايا خوتي، ومن بعد نروحوا نديروا لو 25. لو 25 خوتي نلقاوها كذلك 19، يعني كل شيء خوتي راح يتاح لنا 38، يعني 3 ملايين و800 خوتي. هذا هو البي، هكذا تعرفوا البروموسيون. ومن بعد تدخلوا ديروا كونتيني، ومن بعد ما ديروا كونتيني ديروا معلومات تاعكم هنايا، ومن بعد ديروا. المهم بالتوفيق خاوتي للجميع، بارك الله فيكم والسلام عليكم.